انتو في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قلت لكم النهارده هيبقى معايا واحد من النجوم اللي تألقوا جدا في اوروبا برغم انه كسر قاعده مهمه بانه مش لازم تطلع من الاهلي والزمالك علشان تحترف في اوروبا وتعمل مجد وتعمل تاريخ وتعمل شهره. وصلت لواحد من افضل الدوريات الحقيقه اللي كان فيها نجوم كتيره بيمثلوها لحد النهارده، دوريات من الدوريات اللي فيها نجوم كبيره وكتيره. النهارده ضيفي هو كابتن عبد الظاهر الساقه، واحد من المدافعين الاقوياء في تاريخ مصر. كابتن عبد الظاهر، برحب بيك في الاستاد. حبيبي كريم، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد تمام؟ لله في نعمه والله. الحمد لله. الحمد لله. كابتن عبد الظاهر، انا هبتدي معاك من الاخر للاول. عندنا حاجات كتير نتكلم فيها طبعا، بس انا هبتدي معاك كده سريعا نخلص موضوع طنطا، عشان انا عندي شخصيا سؤال. ابتديته بشكل جيد جدا، تمام. انا قلت انه ده من افضل الاشكال او من افضل ال منظومات بالظبط. يعني منظومه فيها تخصص وفيها صح. مدير رياضي وفيها مدير فني وفيها لجنه التعاقد، فيها كل حاجه مظبوطه. ايه اللي حصل؟ يعني ليه البدايه كانت جيده جدا وبعدين مره واحده حصل فشكله؟ انا بسمي ان الاداره بتبقى قوتها في ازماتها. يعني ما يبقى في ازمه يظهر قوه الاداره هنا، ويظهر جميل. قوه القرار، ويظهر قوه التمسك بالنظام والمنظومه والقواعد اللي انت رسيها. ما تخافش. حلو. يعني ما بتبقى واثق من نفسك بتنزل الملعب ما بتبقاش خايف. جميل. ليه؟ انا مذاكر كويس. حلو. فطالما انا مذاكر كويس واثق من نفسي بحس ان انا ما بخافش من اي تطورات حواليا. انا عارف انا هوصل في يوم من الايام، هوصل في الزمن المعين انا هوصل فيه. حلو. انما مفيش حاجه في الدنيا بتمشي كده من اول ما ترسمها لحد ما تروح من دون اي عقبات. طبعا. يعني انا جاي النهارده من التجمع الخامس لحد هنا، يعني قابلنا كذا عقبه، زحمه، طرق مقفوله فبنروح من طرق مفتوحه، كل ده اسمها عقبات. صح. فلما بيجي لك عقبه فانت بس فن المرور بقى منها هو ده او فن طالما انت عندك يعني. انت ماسك وفاهم ومجرب. حلو. فانت بتبقى واثق انت هتعدي. ساعات بتضحك حواليك من الناس اللي بتقلق حواليك. لكن طالما انت واثق خلاص فبتعدي. يعني حلو. مشينا بشكل كويس جدا، يعني بشكل انا بسميه احترافيه، يمكن قليل جدا ان يكون في مصر حاجه زيها. يعني جميل ان انت تبقى ماشي على بلان 5 سنين. انا مش متخيل في نادي عنده بلان 5 سنين. اعتقد ان مفيش حد في مصر عنده بلان. انا رفضت العمل لدرجه ان انا كنت لازم اذاكر الاول. اذاكر واحلل كويس جدا. وعشان لما اجي احط الخطه يبقى على حسب الطموح. انا حاسس ان انا حاططها صح. حلو. وحتى سميت البرزنتيشن ده الحلم الواقع. حلو. ان في واقعيه ان انت مش في النادي الاهلي. ما انتش في النادي زي ام بي في اوروبا يعني. او انت في نادي معين، انت في طنطا. فلو ما كانش عندك واقعيه في التخطيط طبعا انت هتفشل تماما جدا. ما ينفعش سيستم يروح يركب على سيستم تاني. صح. كل مكان وله قواعده وله استراتيجيته وكل صح جدا. فكان في واقعيه كبيره جدا جدا في البرزنتيشن والنقط، حتى في حاجات بيضحكوا كان وانا بعرضها بيضحكوا. انت جبت الحاجات دي منين؟ عشان انا عشت الموقف ده. انا عشت في المنصوره حاجات الاولاد، وانا هم طبعا شايفين الكابتن عبد الظاهر وشايفين اخر نقطه انا وصلت ليها. بس مش عارفين من الاول ايه اللي حصل. مش عارفين ايه اللي حصل. فانا عندي الهيستوري بتاعي. فلما كنت اول ميتنج مع اللعيبه ما كانوا خايفين. خايفين طبعا ان الكابتن عبد الظاهر كابتن مصر وجاي وهيجتمع بينا، فالاولاد خايفين. قلت لهم لا اعملوا دايره حواليا وانا في النص. وقعدت اقرب لهم. طيب من بلد ايه؟ من بلد كذا. تعرف فلان؟ ايه ده تعرفوا؟ اعرف. طب انت بتيجي بميكروباص ولا بتيجي؟ انا قعدت احكي لهم بقى انا كنت بتعمل ايه انا كنت بقى اروح بميكروباص ومعايا مواصله ومعيش مواصله، كنت كافحت قد ايه، كافحت عشان اوصل لمنتخب اولمبي بعد كده منتخب مصر. حكيت لهم حاجات. وبجوز اخواتي ومسؤول عن امي وابويا وبصرف عليهم وكان علينا ديون وكل الكلام ده كله. فمن اول جلسه حس ان انا منهم طبعا، وده كان اهم خيط عندي ان انا اللعيبه تحس ان انت منهم مش من طبقه تانية. نزلت لهم لدرجه اقل منهم. فلما بتيجي تخاطب حد لو لازم تشوف مستواه عامل ازاي. صح. الفكري. صح. والمعنوي. صح. وحاجات عشان توصله ان انا طبعا. كنت زيك وانا حققت حلم انت ممكن انا تحققه. شخصيا بدات اراجع ذاكرتي انا عشان انا اروح بيها. ما اروحش بشخصيتي الاخيره. صح. فهمني. قعدت اذاكر انا كنت بعمل ايه ايام انا نسيت بقى بتكلم في 20 حاجه و20 سنه طبعا.
فقعدت افتكر بقى افتكر انا كنت بعمل ايه. فالاولاد عايشين نفس العيشه بتاعتي. حلو. قدامكم نموذج، وده ساعدني بشكل كبير ان انا اديتهم نموذج عليا انا، فهم شايفين بني ادم نجح قدامهم. صح. وده في حد ذاته اللي هو قدوه اللي هي مفتقدينها حاليا. صح. اللي احنا لازم نربي عليها النشئ، لان محمد صلاح عمل حاجه ممكن ما حدش مصاره، لكن عمل حاجه اسمها قدوه. طبعا. عمل حاجه اسمه هدف. طبعا. من غير ما يحس. طبعا. من غير نجاحاته دي هو فاكر ان هو نجح لوحده، لا، هو نجح بناشئين مصر كله. صح. بكل ما له علاقه بكره القدم. خلاص بقينا نتفرج على الدوري الانجليزي، الانجليزي بدا يروح لعيبه ما بقناش نستغرب. يعني ايامنا لو واحد قال، يعني مثلا انا فاكر الكابتن شوبير قال ان انا رحت اختبرت يوم من الايام، بيحكي ان هو راح نادي انجليزي. يعني ده في حد ذاته حلم، حاجه مش طبيعيه يعني. صح. امل زي ما بيقول. صح. يعني النهارده بيروح واحد واثنين وثلاثه واربعه في الارسنال، والدوري بقى زحمه مصريين. صح. بقى عندنا فده في حد ذاته مكسب، ممكن في ناس كتير قوي ما تحسوش، لكن بقى في واحد، في ولد ناشئ بدا يبص لبره جد، بدل ما أكيد. بدا يبص لسقف طموحه الاهلي والزمالك. في ناس كتير قوي تستغرب هو اللعيب اللي بيروح اهلي والزمالك بيفشل ليه. انا بقول بيفشل عشان دي كانت سقف طموحه الاهلي والزمالك. بالظبط كده. ما عندوش حاجه بعد كده، ما عندوش حاجه. لما بتوصل بيحصل لك نوع من الملل. بيحصل لك نوع من ان انت ما بقاش عندك حوافز، ما بقاش عندك حلم تاني. عشان كده ان لعيب الكره لازم يتعلمه فهو ناشئ ان هو يروح اكبر انديه في العالم. ليه؟ هو ممكن ما يوصلهاش، بس ما تخلوش سقف. صح. عشان ما نخرجش على الموضوع، عملنا نظام وبلان لخمس سنين ومشينا وقلنا لهم ان، ومن اول يوم انا بقول ان الفرقه لو جبنا، انا تارجتي كان 20 بوند في البرزنتيشن بتاعي، تارجتي ان احنا نجيب 20 بوند. حلو. من 18 ل 20، 15 ل 20. هيقابلنا عقبات. الفرقه ديت ما ينفعش يبقوا مع بعضيهم، لازم نجيب صفقات احسن، ناس لها خبره في الدوري الممتاز. كان فاضل 3 ايام 4 ايام لحقت جبت مصطفى محمد، وجبت سيف الدين الجزيري من تونس. من تونس. واسلام الفار. حلو. الثلاثه دول برضو اعرام الاهلي، او كان يعني من الاهلي، وكان راح المقاصي. بالظبط. دول اخر ساعه ايده، اخر ساعه. انا فاكر ان انا واقف في الاتحاد بنفسي مع احمد العطار، واقفين بنفتح الباب، الراجل بتاع تونس حصل يعني حصل حاجات، احنا كل الصفقات دي كانت هتضيع في خلال ساعه. طبعا. فالحمد لله وفاء، وقلنا يا جماعه ان الفرقه دي هتمشي كده لحد ما يجي ما يعني زمن الترانسفير، ولازم ندعمه. حلو. لازم ندعمه. فاذا انت عارف يعني. انت عارف انت امكانياتك ايه وتم. لما الفرقه مشت كويس رفع طموح الجمهور ومجلس الاداره والاداريين، كل النادي اترفع طموحه. لكن انت كان لازم يبقى عندك واقعيه ان انت مش كده. ان انت يعني مثلا يعني ماتش المقصه، احنا كسبنا المقصه في الشوط الاولاني 3-0. بالظبط. تمام. اتعادلنا، اللعيبه ريحت، راحت المقصه، اتعادلنا 3-3 الشوط الثاني. خلاص. انا ما بقولكش على كميه الزعل اللي حصل في طنطا. طبعا. اكنه مثلا كسبان 3-0 يا كابتن عبد الظاهر. كسبان 3 ده في عرف الكوره، كسبان 3 ده انت خلاص حطيت البطيخ. انت نسيت ان انت طنطا برضو. يعني أكيد. ان انت لو كنت تتعادل مع مقصه كان اكبر امل عليك ان انت تتعادل مع المقصه. ماشي. خلاص. في يوم من الايام النهارده ما تكسبها وتهددها، ما تقسيش على اللعيبه عشان اللعيبه جابت اخرها. انت عندك ليفل معين مش هيقدروا يوصلوا له، مش هيقدروا يوصلوا له. الكلام ده لازم كان يتغير في نص السنه، نجيب لعيبه. حلو. لما حصل ان سقف الطموح هنا ما بقاش مقبول ان انت تغلب، فبقى الزعل بيعذب كمان. الزعل بقى بشراسه. طبعا. وانا دايما كنت اقول ان انا راجل واقعي، كنت اهدى واحد فيهم لان انا عارف الدنيا. في يوم من الايام بقى حصل اللي هو التوتر ده اللي حصل، ان احنا اتغلبنا من الاسيوطي، مع ان احنا انا بقول ان احنا احسن ماتش عملناه كان ماتش الاسيوطي، طنطا والاسيوطي، بشهاده علي ماهر. يعني علي ماهر جالي قال انا مفيش حد عمل فينا في الملعب ده كده خالص. تمام. طلع كلنا زعلانين طبعا، 3 بونت كنا قبلها منه مغلوبين على ارضنا. من الاسماعيلي برضو اتغلبنا من الاسماعيلي اللي هو 1-0. والاسماعيلي بيضيع وقت اخر نص ساعه. عواده انت وصلت لمرحله ان الاسماعيلي خايف منك. بالليل حصل تفاوض مع الكابتن اسامه عرابي ومشي الكابتن خالد عيد. على غفله ولا ما اعرفش حاجه خالص؟ مقدمات يعني. انا ما اعرفش حاجه خالص تماما.
فكلمت الكابتن خالد انا سمعت فكلمت الكابتن قلت له انت قدمت استقالتك هو المفروض يقدم استقاله لي انا ماشي في تدرج في طبعًا. في الوظائف يعني طبعًا. ما ينفعش يكلم هو رئيس النادي هو بيريبورت لكابتن عبد الظاهر وكابتن عبد الظاهر بقى اللي بيرفع الحكايه بيرفع الحكايه دي. لان انا وصلت الهمز دي حل. اللي حل. انا بعملها دي فقال لي انا ما قدمتش استقالتي قلت له طب خلاص يبقى الكلام اشاعات وكده صباحت الصبح لقيت صور على النت الكابتن اسامه في النادي مضي خلاص خلاص استنيت بقى التليفون انهم يكلموني يعني فاهمني طب انت مشيت كابتن خالد عيد وجبت الكابتن اسامه عربي كمجلس اداره من غير ما ترجع لي تمام انا بقول ان حق مجلس الاداره حق كامل جدا انه حتى يعزلني انا او يقلني او يمشيني كابتن عبد الظاهر ما مشاش في الخطه فكابتن عبد الظاهر انت مش موجود خلاص شكرا ماشي فكلموني بقى على الظهر او العصر كده كابتن عبد الظاهر اهلا ازيك يا دكتور فقال لي بس الاستاذ فايز تعب شويه وبيقول لك تليفون كابتن اسامه عرب اهوت عشان تقدر تشتغل معاه قلت له طب سلمنا عليه انا بس ليا كلام معاه بس هو قلت له وخلاص. انا اسف مش هقدر اشتغل طب ليه قلت له مش هقدر علاقتك اشتغل. بكابتن اسامه عربي كويسه جدا بس ليه ما تقدرش تشتغل معاه عشان الطريقه اللي حصلت مش لا عشان لا اي حاجه انا ماليش علاقه بالكابتن اسامه انا فاهم أنا عشان اللي حصل يعني لو كان في تدرج طبيعي يا كابتن عبد الظاهر احنا كابتن خالد مش هيكمل وكابتن اسامه جاي اي واحد كان هيبلعها ويمشي الموضوع وياكل عيش والكلام ده كله عادي خالص تماما انا هخسر وظيفتي ليه واخسر حاجتي ليه من الدنيا وحد عارف ما اطلع انا اقول ان انا جبت كابتن اسامه عربي فاهمني انما اتفهم برضو غلط ان انا مش عايز الكابتن اسامه ما هي عشان كده انا بسالك علاقه او انا عايز ان الكابتن خالد يقعد فاهمني لا انا في ترابيزه بيتقعد في اجتماع والله موضوع الاجتماع المدرب الجديد عايز تمشي الكابتن خالد ليه تقنعني لاقنعك حلو خلاص في الاخر خالص هيطلع قرار هنمشي الكابتن خالد انا طبعا. لازم اوافق يبقى انا راضي كمان عنه جميل. انا راضي عنه طب هنجيب مين 1 2 3 4 يبقى عندنا 1 2 3 4 مين رجل المرحله في طبعا. في المتعه دي انت برضه انا فنيا هقول لك انا فنيا هقول لك طبعا انت برضه راجل لعيب كوره مدى معرفه المدرب ده بالفرقه ايه اكيد التسليم والتسلم طب عشان برضه القصه بتاعه طنطا ممكن يعني تاخد وقت خلاص. ووقت ووقت وبعدين انا قررت ان انا ما اشتغلش في عشان ما خدوش رايي من كمجلس اداره مع كل احترامي واتصلت بالناس واعتذرت والدنيا جميله جدا رايك بقى في اداء طنطا دلوقتي مع كابتن اسامه عرابي كويس بدا يتحسن بشكل كبير خد منه فتره طبعا 6 ماتشات الاولانيين اتعادل مع الاهلي وبكلهم خساره فده بشكل كبير جدا يعني بعذره لانه ما يعرفش مع ان الكابتن اسامه جه وكان فاضل على الدوري 13 يوم عشان يبدا يعني خد 13 يوم قبل ما يبدا ماشي بس برضه ده يعني فتره ما هياش هو ما جابش الناس بتوعه او هو عرفهم السيستم بتاعه خد 6 بونت اخر 6 بونت دول هايلين جدا مهمين طبعا مهمين جدا طبعًا. جدا في الفرقه لكن ما عجبنيش الترانسفير الصفقات اللي جت ما عجبتنيش ليه مش حاسس ان هي قويه لدرجه ان الناس اللي موجوده ممكن تكون احسن من الناس اللي جت يعني بشكل كبير يعني فانا عشان اعمل اجيب واحد لازم يكون احسن من اللي عندي هو طنطا جابوا مين في الفتره دي جابوا تراوري شرقيه وجابوا يحيى تراوري اللي هو ديفندر ديفندر درجه ثانيه والشاذلي مش عارف منين لا مفيش حد من الدوري مفيش حد اسم يعني وكان اعتقد انه مهم انك تجيب خبرات تجيب لعيبه الدوري خبرات تقعدك في الدوري طبعا. وده كان طبعا. اهم بند انا عامله في البرزنتيشن طب اخيرا اخر او توقعاتك لفرص طنطا في البقاء في الدوري السنه دي لا هم بص طنطا هتقعد لانها فرقه كويسه فرقه كويسه جدا حل. يعني وعندها قوه هجوميه متنوعه حلو يعني ايه يعني بيعرفوا يجيبوا من الاطراف ويعرفوا يجيبوا من العمق ويعرف يجيب من الشوط عندهم الثلاث الحاجات دي مهمين جدا عندهم سيف الجزيري ولد من اللعيبه الكبيره من اللعيبه الكبيره الكبيره بجد انا جايبه من الافريقي التونسي الولد ذهب من كتر ما هو ما كانش بيلعب بس انما هو كويس قوي جدا طبعا. مصطفى محمد مصطفى طبعا هايل حاجه غير طبيعيه طبعا. وتحتيه مثلا جابر من ناحيه اليمين ومرسي وغالي وحماده الغنام كمان فعنده قوه هجوميه كويسه جدا صح. هو عنده مشكله بس في نص الملعب والدفاع فبشكل كبير جدا المكسب بيجيب مكسب لكن انا شايف ان في 6 فرق هتفضل كده لحد اخر ماتش اللي هما الستة اللي من تحت الستة اللي من تحت
هتفضل كده تعاني لحد اخر ماتشات. المشكله بقى في طنطا انه اخر خمس ماتشات ان احنا كنا عاملين حسابهم ان اخر خمس ماتشات ما كنتش محتاج خمس ماتشات. ده كان البلان كان كده. كان المفروض ان انا اخر خمس ماتشات ما كنتش محتاجهم. ماشي. بشكل كبير جدا هتبقى المواضيع صعبه. ولو يعني جاي له الزمالك وبعدين رايح مش عارف الاسماعيلي فماتشات صعبه. لكن لحد اخر ايامنا ايام الدوري هيفضل في فرق كده زي طنطا. طب لعيبه طنطا في الفتره اللي كنت موجود فيها كان في عروض وكان في كلام على اسلام طارق رايح الزمالك كتير. وغالي رايح الزمالك. إيه ابرز الحاجات وما وافقتش ليه؟ انا جالي لاحمد خالد اللي هو الباك شمال الباك ليفت الاسماعيلي والاسماعيلي والنجم الساحلي كانوا عايزين الاثنين. احنا كنا عاطين قرار وانا عاطي قرار ان مفيش حد يمشي السنه دي خالص. لكن السنه الجايه كنت همشي لان في ناس وصلت لمرحله مش تقعد لك مش هتقعد خلاص. اسلام مش هيقعد. غالي مش هيقعد. اسلام طارق جاله الزمالك وجاله اسلام طارق جاله الزمالك. جابر سموحه غالي سموحه مجموعه كبيره جالها. مصطفى محمد كان عايز الزمالك عايز يرجعوه حتى في يناير. سيف الجزيري جاله الافريقي التونسي عايزين يرجعوه والصفاقسي. والله وده كان يعني انا من اكتر حاجه اتبسطت طبعا منها. طبعا اكتر حاجه سوقت لعيب كويس كمان بجد يعني ده حقيقي. طيب احنا طبعا عندنا كلام كتير لسه هنقوله مع كابتن عبد الظاهر. هنتكلم معاه عن مشواره في تركيا عن نجاحاته مع منتخب مصر عن كلام تاني كتير واكيد المحترفين كمان هياخد جزء كبير من كلامنا النهارده. كابتن عبد الظاهر ساق معانا في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. وعايز بس اشكر زمايلي اللي عملوا التقرير اللي شفناه عن الكلاسيكو. سيف عمر وطارق العربي عملوا تقرير محترم قوي الحقيقه. وهرجع اتكلم مع كابتن عبد الظاهر عن اللعيب المصري هل يقدر يكون جزء من المتعه اللي موجوده في اوروبا ولا قصه عقليه مصريه مش موجوده عند حد وموجوده عند حد تاني. 1006 رقم الاس ام اس facebook.com/نجومه فهم صفحتنا الرسميه على فيسبوك. بعد تامر حسني نرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. برحب بكل اللي انضموا لنا مره تانية في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. وقبل ما نكمل كلامنا النهارده مع نجمنا النهارده في الاستاد كابتن عبد الظاهر السقا خليني افكركم مره تانية بانه طيران الامارات بيقدم مفاجاه لمشجعي ارسنال في مصر. هيديكم الفرصه ان شاء الله لحوار لايف على فيسبوك مع نجوم نادي ارسنال محمد النني شكودران مصطفي داني ويلبك ميرتساكر وتشاكا بحضور كابتن مدحت شلبي. وطبعا هيكون في مجموعه من الهدايا والجيرسيز الخاصه بارسنال او التيشيرتس الخاصه بارسنال هيكون عليها توقيع كل النجوم دول. ده غير الجائزة الكبيرة اللي هتكون رحلة شاملة التكاليف لاستاد طيران الامارات وحضور مباراة رسمية لنادي ارسنال. وتابعوا الحوار اللايف مع نجوم النادي يوم الاربعاء 31 يناير الساعة 4:30 عصرا على الصفحة الرسمية لطيران الامارات على فيسبوك. ده طبعا لكل عشاق وجمهور ارسنال في مصر اللي انا واحد منهم. كابتن عبد الظاهر كنا بنتكلم على فكرة المحترفين وخليني اخد منك انت واحد من اللعيبه اللي كسروا قاعده انه الاهلي والزمالك فقط هم اللي بيطلعوا اللعيبه تحترف بره. خرجت من المنصوره فخليني ابدا معاك صعب اما يعني نتخيل انه حد يطلع من المنصوره مع كامل التقدير والاحترام والحب للفريق لكن ما هواش فريق كبير في مصر يطلع نجم يحترف بره في تركيا. انت قضيت 11 سنه في تركيا صح؟ 11 سنه دول 11 12 سنه 99 لحد 2010 بالظبط كده وتنقلت هناك في العديد من الانديه وكان اغلبهم انديه كبيره اربع انديه احكي لي عن البدايه. يعني انت طبعا انت واحد من ضمن المحسوبين على الجنرال محمود الجوهري. كابتن محمود الجوهري واحد من اعظم المدربين في تاريخ مصر وكمان على كابتن حسن شحات. انت واحد من افراد الكتيبه هنا وهنا. خليني اسالك الاول على البدايه من المنصوره للمنتخب الاولمبي للمنتخب الاول لتركيا القصه جت ازاي؟ انا من المحظوظين يعني انا بقول ان انا في بدايه حياتي التوفيق عامل كبير جدا ان لاعب الكوره انه يبقى موفق انه يلاقي مدرب ويقتنع بيه وينميه ويقف جنبه ويديله سبورت في داره ان هو يوصل لمرحله زي دي. فانا كنت محظوظ جدا ان انا اتعاملت مع الهرمين يعني بقول الكابتن جاري وده اعظم وليس من الاعظم في فرق شيء اعظم مدرب في تاريخ مصر في منتخب مصر ويعني شواهد كتير جدا مفيش لاعب في مصر اتعامل مع الكابتن جوهري الا ما الكابتن جوهري اثر في شخصيته. خلي بالك ممكن تتمرن مع مدربين كتير ما ياثروش فيك يعني ما ياثروش فيك في شخصيتك في تعاملك
في في اسلوب حياتك في, في في حتى في حاجات حياتك الشخصيه. حلو. ازاي تقدر تتعامل؟ فده من الناس اللي اثرت فينا جامد جدا في الجيل بالكامل. آه ده حقيقي. صح طبعا. صح. فتلاقي بس اللي بيتقال عليهم اولاد الكابتن جاري هتلاقيهم شخصيات مختلفه. شخصيات بتحب الالتزام قوي، بتحب شغلها قوي، تعشق حاجه اسمها كره القدم، تموت في حاجه اسمها فنيات وخطط وحاجات زي كده. فبجد يعني البني ادم ده ما قدرناش نديله حقه. فانا دايما كنت بقول للاسف. اه صح. دايما دايما انا في اي لقاء تلفزيوني انا بقول ان الراجل ده ما خدش حقه وهو عايش، اديله حقه وهو ميت. الراجل ده سبق سنه بمراحل كبيره جدا. يعني انا لما كبرت وعرفت واشتغلت بقى مدرب عرفت قد ايه هو كان سابق. راجل عظيم. وراجل سابق سنه. لدرجه ان في فنيات في ناس بتستغرب لما بقولها. بقول له يا جماعه انا براجع شريط حياتي في 98 ده اول بطوله افريقيه لعبتها واخر بطوله 2010. من 98 انا لعبت بطريقه ان في راس حربه واثنين تحتيه. تخيل. اه يعني ايوه كابتن حسام يعني حسن كان بيلعب قدام وتحتيه حسن حازم عبد الستار. بالظبط كابتن حازم وكابتن عبد الستار. صح. واثنين ديفندر هاني رمزي واحمد حسن. جميل. وواحد بيكمل اللي هو اللي هو احمد حسن. بالظبط. جون افريقيا اللي احنا عارفينه. اه يبقى اذا انا قدام ناس قدام واحد عبقري. حلو. ازاي اخترع راس حربه؟ واحد يلعب بس يعتمد عليه كراجل محطه كويس جدا متحرك. كان الكل بيلعب وقتها بالاثنينات. كل مفيش حد في العالم. انا بتكلم على فكره مش 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 افريقيا ولا 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 محليا. انا بكلم دوليا على مستوى العالم. ما كانش حد بيلعب براس حرب واحد. ماشي. فده سابق عصره. دخلت عليه مره بيكتب بيحلل ماتش اناليزس بايده مانوال. ماشي. مانوال ايه؟ انت عارف يعني ايه مانوال؟ في ناس كتير ما تعرفش يعني مانوال. يعني بيحلله 11 مره 11 لعيب. لعبت كم كره كويس، لعبت كم كره اخطات كل لعيب. كل لعيب لوحده. عمل ايه في الماتش؟ عامل اسمائنا كده ولما بتباصي بيوقف الريموت كنترول ويكتب. ان ما رحت تركيا اتضح ان في اوضه كبيره قوي فيها سته بيعملوا الماتش كده. لايف عمالين يدوك السي دي بتاعك ويقطعوا يعملوا ويقطعوا برنامج. برامج بقى اخترعته. الراجل ده كان بيحلل الماتش بايده لوحده. بايده. كان بيجيبك يعرفك اخطائك لايف على التلفزيون. طب مين اللي قال له كده؟ فاذا الراجل ده عبقري كان حياته كوره يعني. فعشان بس ندي له حقه. طبعا. بدايتي صعبه جدا. كانت بدايه واحد جاي من ارياف. كنت بلعب في فرقه اسمها الطلخه درجه رابعه. سمات طلخه دي بدايتك. درجه رابعه. حلو. درجه رابعه. ماشي. يعني عشان برضو اللي هي الدرجه الادنى في مصر. عشان بس الشباب اللي بيسمعوني. ايوه. وساعات يستصعبوا الموضوع. طبعا لما تستصعب الموضوع اعرف يعني ان انت مش هتنجح. ما تستصعبش حاجه خالص لان الكره بقت عالم مقفول على بعضه دلوقتي. صح. انا ممكن اشوف اي حد في اي حته في اي دوري في اي مكان لو عندك الاساسيات بس عايز تبقى عندك شويه اجتهادات وعندك حاجه اسمها اكل عيشي. حلو. عايز اطلع من لعيب كوره وافهم يعني ايه دي بقت اكل عيشي. اكل عيشي بالبلد دي. يعني انا ده الشغلانه اللي همتهنها. ده الوظيفه بتاعتي. ده التدرج الوظيفي بتاعي. لو فهمت كده وعرفت ان ده مستقبلي زي المهندس والدكتور انا هعمل ايه؟ لازم اخد الاول ماجستير وبعدين اخش اعمل دكتوراه وبعد كده اعمل ماستر زي كده بدل شيل دكتور ومهندس وحط لعيب. حلو. بس خلص. جميل. لو عملت كده كلعيب سواء انت لأي فين حاجة. نموذج انا درجه رابعه بلعب كل المنطقه اللي حواليا بتقول ان انا لعيب كويس. جميل. ولا انترنت ولا صحافه ولا اي حاجه خالص. باللعب ماتش المنصوره ودي مره كنت بتلعب بنفس مركزك مساك او لا نص ملعب. نص ملعب كنت بلعب نص ملعب. دي البدايه. جميل. دي البدايه. ديفندر نص ملعب. جميل. او بلاي ميكر. بلاي ميكر حريف كمان؟ قوي كنت والله. والله كنت حريف جدا. ماشي. عجبتهم. حلو. بشكل كبير جدا. بتلعب سمات طلخه بتلعب المنصوره. حلو. المنصوره درجه ثانيه برضو. جميل. يعني مش دوري ممتاز. ماشي. فعجبتهم طبعا. حل. الكابتن حسن الله يرحمه. الكابتن حسن مجاهد طبعا من العظماء برضه في المنصور. من اعظم الناس اللي اتمرنت معاهم. جميل طبعا. في والله العظيم ثلاثه يعني بيعمل حاجات انا كنت بشوفها بره
كنت بتصبر يا كابتن حسن انت عارف التمرين اللي انت كنت بتعمله بنعمله هنا يا راجل. قال له لا طب ما تصور بجد بجد. هو عمل واخد شهادات جيده جدا الحقيقه مع الناس ما تعرفش ان هو واخد شهادات من انجلترا تدريبيه والله. يعني في ناس كتير قوي كانت تقول الراجل ده مثلا حاجات الفاظ مش كويسه. لا هو كان دايما بيتقال الشائع يعني دايما وقتها ان هو عشان اخو رئيس النادي رئيس النادي فهو ماسك الفرقه. لكن لا. انا شايف ان هو الحقيقه احلى فترات المنصوره مع كابتن حسن مجاهد طبعا. بس فالكابتن حسن مجاهد صمم ان هو ياخدني ودور كان ساعتها في الدوري الممتاز. انا برضو ما لعبتش ناشئين. حلو. كان يعني بقى المنصوره طلعت ممتاز وهو قرر انه يتعاقد معاك. حلو. انا من التصادف بتاع ان انا ما لعبتش ناشئين في حياتي. ما لعبتش فتره الناشئين بجد في حياتي والله. يعني انت سمعت طلقه كنت تلعب فريق اول وانت صغير خالص. لعبت 14 و13 دي يعني ايه زي ما بيقولوا هاوي. ما فيش احتراف ما فيش حاجه. لا خالص ماشي. تماما يعني ماشي. فلما رحت منصورة كان عايزوني تقريبا 15 سنة قعدوا سنتين عشان ياخدوني عشان مغالاة سمات طلخة. كان بكام بقى وقتها المغالاة دي؟ 15,000 جنيه. 15,000 جنيه كريم. وخد وباعوني ب 500,000 دولار. المنصورة باعوك لبرة ب 500,000 ب 500,000 دولار. ما هو ده العين بقى طبعا. ده العين طبعا طبعا. فطبعا انا 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 الكلام ده في سنه 99 امانيه ان انا رايح المنصوره بقى يعني المنصوره دي بالنسبه لي حاجه كبيره اكبر حاجه في المنطقه كلها في المنطقه طبعًا كلها طبعًا في الدلتا كلها المنصوره بالظبط. وكنا نشوف بقى الكابتن ياسر ريان والناس بقى فالناس معانا والكابتن احمد فهمي الله يرحمه من بلدنا طبعًا. فكل دول اعرف ان هم راحوا الاهلي من المنصوره طبعا. فطبعا متدمر وسمات طلخه اصلا ساعات نروح التمرين ساعات ما بروح. فرحت اول مره اقولها انا قعدت اتمرن سنتين في نادي المنصوره بدون ان انا العب ماتشات رسميه. ماشي. سنتين ومن غير فلوس طبعا. المدرب طبعا من غير فلوس. المدرب احسن واحد في التمرين. والمدرب هيتجنن يا جماعه هاتوا الاستجنة بتاع الولد ده انا محتاجه. ما يعرفوش يجيبوه عشان 15,000 يغالوا طبعا. اخر حاجه بقى دفعوا ال 15 يعني فاهم. ماشي. و 15 وقتها كان برضو يعني تصور انت رايح تمرين كل يوم كل يوم اكتر واحد ملتزم وما بتلعبش ماتشات رسميه. تفضل مع الفرقه من يوم السبت لحد يوم الاربعاء هم يلعبوا الخميس رسمي وانت ما تلعبش. فانت بتتمرن بس وما تزهقش عادي. سنتين ها سنتين سنتين. السنه الثالثه خلصوني. لعبت هم جابوا الاستغناء تالت اسبوع كنت بلعب في الدوري الممتاز. كان عندك بقى 18 سنه مثلا صح كده 18 ماشي. سنه تصور انت عندك 18 سنه ما لعبتش ناشئين بقالك سنتين ما لعبتش ماتش رسمي خالص. رحت فرقه كبيره. كنت اتمرن مع ناس عظماء وبعد كده لعبت في الدوري الممتاز. لعبت قدام النادي الاهلي. فطبعا احساس لو انت ما عندكش ثبات انفعالي والفرصه جات لك هي اللي انت بتصبر عشان وبعدين انت من صبرك ربنا ما ادكاش الناشئين. ادك فرقه كبيره على طول طبعا. يعني فاهمني يعني يعني ربنا برضو كافئك بانك صبرت كل ده. ده جت صدفه كمان يا كريم ان احنا واحنا في الناشئين وباللعب الفرقه الكبيره بتاع المنصوره. فانا لعبت بقى عشان الراجل لعبني ماتش ودي. ماشي. فبلعب الراجل ده قال مين ده. كابتن ممدوح عبد العظيم قال مين ده بتاع عبد الزار هو عندنا في النادي هو احنا عندنا في النادي ده. قال بس احنا مش عارفين نجيب استغنيته. اتعمل بريس بقى من كل حته لحد ما اتقلبت بقى لحد ما خلصوا. رحت الفرقه الكبيره. رحت الفرقه الكبيره لعبت على طول. حلو. يعني دخلت على طول حلو. وكان الجيل مين بقى معاك في الفرقه في التشكيله؟ ياسر الكناني طبعا. وليد صلاح عبد اللطيف. الله. تامر عبد الحميد طبعا. كمونه طبعا. محمد كمونه. محمد كمونه. بشبيشي جون. بشبيشي عز الرجال طبعا. لا كامل يوسف طارق النجار ايمن محب احنا توفيق صقر طبعا. يعني كل دول فرقه حلوه طبعا. احنا كنا سته في منتخب مصر. تصور في جيلنا احنا من المنصوره كان انت ايمن محب تامر عبد الحميد وليد صلاح عبد اللطيف انا داوود نصر كان طبعًا. نص ملعب طبعا عارف كان طبعًا. وابراهيم حسن لا لا احنا 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 كنا فرقه. احنا خدنا ثالث الدوري. ايوه ثالث الدوري كنا بننافس لاخر لحظه ان احنا ناخد ثاني او احنا وصلنا قبل نهائي افريقيا احنا وصلنا نهائي كاس مصر واتغلبنا من الاهلي 2-1 اما كسبتوا الزمالك لما كسبنا صح كده تامر بجاتو بالظبط جونين اياهم دول ده حظ بقى ان انت اتواجدت في فرقه عندها طموح ومدرب وانت انطلقت بقى خلاص طبعًا. عرفت ان هو من هنا رحت منتخب اولمبي مع مستر كورولا حلو
مستر كرول اختارك. كابتن كمال عثمان كان ماسك المنصوره. خدني من ايدي واداني المركز الاولمبي. حلو. في المعادي مستر كرول انا عندي جورنان ان مستر كرول قال ان انا اخيرا لقيت كرول في مصر. ماشي. كتب عليا كده. وجبت جورنان يعني كان عندي. كنت انت خلاص بقى توظفت في الليبرو. خلاص. حلو. خلاص بقيت ليبرو اساسي. وبقيت في مركز برضو ما فيهوش لعيبه كتير وانت ظهرت بشكل جيد جدا. فبقيت الليبرو الاساسي في منتخب الاولمبي وبالتالي في المنتخب الاول. ورحت منتخب مصر الكبير مع مستر كرول للناس اللي ما تعرفوش بس ما لعبتش. يعني 96 انا كنت مفروض اروح بطوله 96 اللي مع هي مستر كرول الاولمبياد ولا كان ايه؟ لا بطوله افريقيا 96 أوكي. احمد الكاس وعلي ماهر بالظبط بدايه كابتن حازم امام مع المنتخب حازم وعبد الستار بالظبط احنا كلنا كنا طالعين بقى هو كان مسك من منتخب الاولمبي مسكوا فرقه كبيره بالظبط منتخب اول فخدنا كلنا حلو بس ما لعبتش اساسي في البطوله دي لا ما لعبتش ما روحتش اصلا ما خدنيش كان فوزي جمال وكباتن كبيره وهاني رمزي والناس الكبيره يعني ماشي. كان ماشي. في حتتي ناس عمالقه يعني حلو مشى كمستر كرول وكابتن جوهري جه بالظبط 98 رحتوا والدنيا كانت مقلوبه عليكوا اصلا من قبلها واقاله وما اقلاش وحسام حسن مخلص انا بقول لك احنا كنا 8 منتخب اولمبي احنا كنا 6 اساسيين او 7 اساسيين في وكابتن جوهري حصل احلال وتجديد في المنتخب الاول واعتمد علينا احنا طب هسالك بقى عن المرحله دي وهسالك بعد كده عن المقارنه اللي دايما كل الناس بتقارنها ما بين جيل كابتن محمود الجوهري وجيل كابتن حسن شحاته بما انك عاصرت ده وعاصرت ده لعبت مع ده ولعبت مع ده لكن خلينا نطلع على فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا النهارده كابتن عبد الظاهر ساقه واحد من المدافعين الكبار في تاريخ مصر خلينا نطلع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا بعد سميره سعيد راجعين في الاستاد في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مكملين كلامنا في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في وضيفي النهارده هو كابتن عبد الظاهر الساقه كابتن عبد الظاهر المقارنه ما بين كابتن حسن شحاته وكابتن محمود الجوهري بما انك عاصرت الاثنين احكي لي كده وجهه نظرك في الموضوع ده اللي كل واحد فيه ميزات وكل واحد فيه عيوب حلو احنا كنا ايام الكابتن جوهري نبدا بالكابتن جوهري لانه الاقدم طبعا والنجاحات كانت الاول معاه طبعا الكابتن جوهري كان يحسسك ان انت جندي نازل تحارب جميل يعيشك في المباراة قبلها بأسبوع يعني وتحمل هم وجمهور ويعيشك ان اهلك مستنينك والجمهور مستنينك هيرفعك ومصر دي يخليك بالظبط هو جندي في المعركة حلو كابتن حسن شحاتة لا كابتن حسن شحاتة بيقول لك اتمتع بالكورة اتمتع بالكورة يعني انت انزل اعمل اللي عليك ومالكش دعوة بحاجة فده له نوع معين وده له نوع معين الاثنين نجحوا بس العيب اللي هنا ايه والعيب اللي هنا ايه العيب هنا ان انت كلاعب كوره ما تنساش ان انت فنان جميل لعيب الكوره عايز تمتع دايما الناس اقول لازم يبتكر طبعا لازم ينزل الملعب يبتكر يعمل حاجه عمر ما المدرب هيقول لك كل حاجه أكيد. في نوع من انواع انت بتدي انت قرار في لحظه من الثواني انت بتعملها تعملها عشان انت عايز تعمل كده فكان بيحوش مننا دي ماشي الكابتن جوهري ماشي مفيش الجانب الدفاعي التزام بالخططي غير طبيعي زي مستر كوبر دلوقتي حلو يعني كوبر مفيش ابداع ليه غير من ناس فاهمه اللي هم الناس الكبار زي محمد صلاح زي تريزيجيه دي ناس فاهمه يعني ايه تدافع وبعد كده هاجم ماشي انما اللي مش فاهم هتلاقيه ملتزم قوي فالكابتن جوهري كنا ملتزمين قوي وكان بيدي حريات لناس برضو قليله قوي قليله جدا اللي هم ما ينفعش اصلا يعني واحد زي حازم امام عبد الستار صبر هتقول له ما ترقص لا طبعا ده هو نازل يرقص هو نازل هو نازل مش هيعرف يعمل طبعا. غير كده طبعا. فطبعا احنا كنا هناك ملتزمين جدا التزام في المعسكر غير طبيعي جنود يعني انت عارف يعني ايه جنود يعني الاكل ما ينفعش حد ينزل متاخر التيشيرتات لازم كلنا تيشيرتات زي بعض الجزم هتلاقيها زي بعض كله مكوي ومعمول فرقه لو انت جيت من بره تقول دي فرقه جيش. مش فرقه كوره مش فرقه كوره خالص في التزام وانت داخل العشاء ما حدش بيدخل لوحده مفيش حاجه اسمها ان احنا في طابور هيدخل بالاقدم بالاقدم طبعا وفي حاجه اسمها كبير وحاجه صغير حلو مفيش حاجه اسمها ان انا مثلا اكلم اقول له حسام حسن ازيك حسام لا كابتن حسام كابتن حسام بره الملعب اسمه كابتن حسام جميل الكابتن ابراهيم الكابتن اسماعيل الكابتن هاني رمزي حلو في كبير وفي صغير حلو والكابتن جوهري يجي على الصغير عشان الكبير طبعا عشان يرسي قاعده طبعا ان لا
عشان هو لما يدي مهام للناس الكبار يعرفوا ينفذوه علينا. صح. لما كبرنا على فكرة احنا كنا ساعات نتضايق. احنا كان اصغر اصغر اربعة كان هما اللي بيشيلوا الشنط، ما كناش برضو كنا نحس بظلم. والله طبعا ما كانش عندنا عمال اللي هو خلي بالك الوقت، لا كان في اربعة خمسة بيشيلوا شنط طبعا دلوقتي الموضوع اختلف. هتلاقي عصام الحضري انت بتلاقيه دلوقتي شايل الكور وماشي وشايل الشنط. هو متربي على كده. هو متربي على كده. ماشي. ان احنا ان كابتن كنت انت وكابتن عصام احنا الحضري. بقى احنا الصغارين انا وحازم وعب ستار وعماره ومدحت احنا بقى المرمطه اللعيبه الكبار يطلعوا الاوتوبيس واحنا نشيل الكور ونشيل الكنزات ونشيل العصيان اللي في الملعب وننظف الملعب. والله طبعا. ماشي. بحب بقى. جميل. ما انت برضو عشان بقى. التزام وانا برضو حابب ان انا بعمل كده طبعا. اصل انا مش هينفع حسام يشيل الحاجه اكيد، فتلاقي رمزي نازل معانا بيشيل معانا. ماشي. فنفرح اكيد. فنفرح. فتربيت حصل نوع من التربيه حلو الاسس عليها ان انت تربيت غير ان انت لعيب كوره. طب انت في فتره بقى كابتن حسن كنت واحد من الكبار. ايوه هو كده بقى. ايه اللي حصل بقى؟ نفس الكلام صغيرين بقى هم الكابتن حسن لما جينا حصل نوع من الدمج رهيب، وانا بقولها انها صدفه، احلى صدفه عشناها في حياتنا. تقابل اجيال غير طبيعي. جميل. الكبار لسه ما بطلوش، لسه واقفين على رجليهم. حل. اللي هو انا واحمد حسن والحضري ووائل جمعه وابو تريكه والكابتن حسام كان معانا في 2006 كان موجود في 6 كان لسه بالزبط. موجود معانا. فكل دول في الملعب طبعا بيلعبوا اساسيين. مهم جدا ان تكون كابتن في الملعب طبعا، مش كابتن شايل وبره. لا كابتن بتدي نوع من النموذج في التمرين في الالتزام في الكلام ده كله. فلما طلع عمرو زكي وعماد متعب وحسني وفتحي وزيد وفتحي والناس دي دخلوا علينا، فتحي عاش معانا على فكره. فتحي عاش معانا الفتره بتاعت الكابتن جوهري. حلو. فعارف هو برضو يعتبر فعلا فحصل طبعا. نوع من التوازن حلو. في الفرقه انا بسمي دايما الفرقه بدي نموذج ان الفرقه ده زي البيت بالظبط. زي البيت. لو لقيت بيت في جده وجد ولقيت اب ولقيت اخ كبير ولقيت اخ متوسط ولقيت اخ صغير، اقول ان العيله دي متزنه. جميل. هيطلع ولد متربي. حلو. ليه؟ في ترابط اجيال وفي مبادئ. لو كلنا صغيرين هتلاقي رياكشن غير طبيعي، في ولد بيجري هنا وولد بيجري هنا وواحد بيعمل غلط، مش هتلاحق طبعا، مش هتلاحق من كميه الغلطات، ولا المدرب هيعرف يسيطر على الناس. حلو. ليه؟ مفيش واحد هيسيطر على واحد كل يوم كل غلطه العشاء مش عارف، انما كابتن التيم وكباتن الكبار احنا بنعمل نوع من التربيه للاولاد دي الصغيرين. جميل طبعا. انت ليه عملت كده؟ انت في التمرين لما دخلت جامد كنت لازم تقول انا اسف. بص لاقل حاجه طبعا. اقل حاجه. فاحنا ربنا الناس اللي تحتينا زي ما احنا اتربينا فوق. حلو. اتربينا فوق. بس في فرق شاسع. في فرق شاسع. فرق شاسع جدا. لكن احنا 2006 و8 و10 لا ما كانش لسه ظهر الجيل. لا ما كانش ظهر يعني. اللي تحت دول بقى وانا اشتغلت بقى مدرب. لا صعبين جدا. صعب. لا صعبين جدا. ثقافه ولعبت كمان معاهم يا كابتن عبد الله. انا لعبت مع ناس في ناس لما رجعت من امبي، لما رجعت قصدي من تركيا على امبي لعبت مع انا اصريت ان انا العب في مصر عشان اقرر ان انا ابقى مدرب. فانا لو بقيت مدرب ومش فاهم العقليات طبعا خلي بالك مش هتعرف تتعامل. صح. انا واقعي جدا. حلو. يعني انا من يعني مش ممكن اللي انا شفته هاجي انفذه هنا. صعب جدا. فقلت عيش كلاعب سنتين. حلو. او سنه على قد ما العب. عشان كده ما رحتش اهلي وزمالك. وده سؤال مهم برضو. انت ازاي في وسط كل ده ما رحتش اهلي والزمالك؟ جاي لك الاول حاجات من الاهلي والزمالك؟ انا في الاحتراف لو ما كنتش ببارك 11 سنه 11 سنه اهلي وزمالك. 11 سنه بيكلموك 11 سنه كل يعني كل سنه بيكلموك الاهلي والزمالك. باشمهندس عدلي مره سمع ان راح الزمالك فكلمني، احنا مش واخدين وعد منك ان انت لما تنزل هتنزل اهلي. قلت له مين اللي قالك ان انا نازل الزمالك؟ ما انا قلت يا جماعه ان انا هستمر فتره من فترات. مشان مرتضى منصور بعت لي اربعه تركيا، اربع بني ادمين، الكابتن رفعت احمد رفعت الله يرحمه يعني طبعا. من الحاجات الظريفه يعني ان هو قال لي انت ما ترجعش مصر، يعني جاي فاوضني. هو اصلا جاي يتعاقد معاك جاي فاوضني فقال لك ما تجيش مصر. لما جه وشاف الاجواء واتبسط في الفندق وكده. استاذ هاني زاده كلهم شرفوني في تركيا والله كلهم. كانوا جايين يخلصوا. كان ايام ما كان حازم راجع من ايطاليا كنا عايزين. ماشي. كان 2003 مثلا. حلو. كان بقالك اربع سنين هناك.
فقال لك بقى السكفية بقى كانت عبزار ارجع على الزمالك. فانا قلت اسمه مرتضى كلمني وقال لي احنا عايزينك في الزمالك. فقلت له طيب انا والله مش عايز ارجع السمشوار. قال لا اسمع منهم وشوف. ماشي. قلت له طيب انا ما ينفعش انا تكسف مش حد نازل. بس فاهم. لكن جالك اهلي وزمالك ال11 سنه اللي كنت في تركيا تقريبا كل سنه بيكلموا. وانا راجع كمان قعدت مع نادي الزمالك يعني انا 2010 والله. انا قعدت مع نادي الزمالك والاسماعيلي والمصري وام بي. اخترت ام بي يعني. ليه بقى؟ ايه اللي حصل خلاك ما تختارش الزمالك تحديدا؟ الزمالك كان نفسي العب فرقه كبيره طبعا. طب. يعني من الغلطات اللي انا اتعلمتها لو رجع بيها الزمن هلعب اهلي وزمالك. مع انك كان ليك تصريح شهير انك لو رجع بيك الزمن برضو هتفضل تركيا على الاهلي تحديدا. قلت كده طبعا وانا صغير. وانت صغير اكيد مش طبعًا. هتفكر طبعا. حلو طبعا. لكن انا غلطت ان انا ما لعبتش اهلي وزمالك في الاواخر حتى. طبعا. تاريخك ده كانت بروز. تاريخ حياتك دي كلها كانت بروز. التعب اللي انت تعبته ده في ناس كتير جدا لو انا ما عملتش حاجه يعني ما مش هقول لك ما عملتش 10 دولي طبعا يعني فين طبعا. ما عملش ربع اللي انا عملته. انت لعبت تقريبا 120 مباراه دوليه. 112 ماتش دولي. حلو. وثلاث بطولات. فيعني لعبت سبع بطولات افريقيا. افريقيا خدت منهم ثلاثه. خدت منهم 98 و2006. انا ضاع مني بس 2008. يعني من 98 ل 2010 انا مستمر. موجود في كل وقت. 2008 بس اللي راحت. حلو. فطبعا لا لو رجع لو كنت لعبت اهلي وزمالك في الاواخر كنت زمان الوقت ايه. طب ليه ما لعبتش في الزمالك بما انك قعدت معاهم؟ بص انا ليا استراتيجيه في حياتي ممكن اكون رخم فيها. انا الحته اللي استريح فيها او المكان اللي انا احس ان انا هبدع فيه بروح. حتى ما ببصش للاسم. حلو. ناس كتير قوي استغربت ان رحت طنطا. انا ما بشوفش انا فين. عايز تشتغل عايز تعمل. انا لا فيه. انا شايف ان دي نواة كويسة يطلع منها شغل. بروح اشتغل. حلو. عشان كده الحمد لله ما فيش نادي حتى في تركيا. انا برضو يعني مثلا جالي فانار باتشا وجالا تسراي وقعدت معاهم. وقعدت معاهم لدرجة عشان انا اديت وعد لرئيس النادي ان انا روحت فما روحتش. انا ليا دماغ. ماشي. ليا دماغ وعارف ان انا كده بنجح وانا الحتة النفسية عندي اكتر اهم من اي حاجة. فلما قعدت مع نادي الزمالك ساعتها وكان ما كانش معروف مين مدرب. ما كانش معروف مجلس إدارة. ما كانش معروف الدنيا راح فين ولا جاية منين. رئيس النادي مش عارفين هو مين أصلا. يعني كان فترة صعبة جدا. فترة صعبة جدا. فحسيت ان انا اللي بنيته ده انا كنت بخاف على اسمي جدا. انا اكتر حاجة في حياتي بتقلقني ان حد يمس اسمي ده. او الكيان اللي انا عملته. طبعا. عملته بتعب وشقة جامد جدا كبير طبعًا. جدا فبحافظ عليه جدا. بس فعجبني امبي. محترمين. احترافيه غير طبيعيه. طبعا. احترافيه. كان الوزير سامح فهمي قعد معايا والكابتن علي عبد الصادق بيتكلموا كلام زي بره. بالظبط بالظبط. هي منظومه محترمه جدا. ولما شفت النادي وشفت قلت لهم خلاص انا في امبي. واخدت معاهم بطوله مصر. كاس مصر. بالظبط. طب قبل ما اطلع فاصل هسالك سؤال كل مصر بتساله. كابتن عبد الظاهر السقا اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا كنت اهلاوي. يعني كنت اهلاوي. انا في الاول كنت ماضي الاهلي على بياض قبل ما تطلع تركيا. على بياض 5 سنين. والله. طب ده بعد سنه واحده في الممتاز. بعد اول سنه في الممتاز. الناس برضو عينيها حلوه. ماشي. مديت 5 سنين وانا فرق يوم بين يعني باشمهندس عدلي هيجي بكره يخلصني انا مشيت بالليل لتركيا. ماشي. يعني يعني برضو فانا اصلا اهلاوي. اهلاوي المنصوره. يعني اهلاوي. المنصوره اغلبها اهلاويه طبعا. اهلاوي جدا. تمام. لما رحت بقى وحصل نوع من ان انا بقيت محترف جدا. يعني بقيت محترف لدرجه ان انا عشت في الاحتراف. بقيت عامل زي بقى انتمائك للمكان. انتماء المكان زائد الالوان راحت من عندي. ايوه فاهم قصدك. الالوان ما بقتش اركز في الالوان. بقيتش خلاص. بقيت عشت ان انا راجل ده اكل عيش في المكان ده لازم اخلص له لازم اكون. طب بما انك قلت ان المنصوره اغلبها اهلاويه فهل ده معناه ان اللعيبه اللي راحت من المنصوره للزمالك اهلاويه؟ فيهم ناس بجد؟ والله فيهم ناس اهلاويه. خلي بالك ما برضو تروح اسكندريه مثلا معظمها زملكاويه. احنا في المنصوره اتربينا على الاهلي. يعني مثلا كل مثلا 8 تلاقي مثلا 2 فيهم زملكاويه والباقي كله اهلاوي. فاحنا عشنا وتربينا ان النادي الاهلي هو
املنا حياتنا يعني. طب في ناس كتيره تعرفهم وزمايلك وحبايبك اهلاوي او لعبوا في الاهلي زملكاويه ولعبوا في الزمالك اهلاويه؟ آه آه آه. كتير. موجوده عادي. موجوده عادي على فكره. ده في لعيبه مثلا في انبي والمصري وكل اهلاويه وزملكاويه. ما انا عارف يعني. انا كنت بتضايق جدا وانا في انبي ان في ناس اهلاويه وزملكاويه. بس يعني ده عادي. ده متهيألي يوم ماتش الاهلي يقعدوا مش ايوه بيشجع الاهلي. بس هو ممكن نفس اللعيب ده يجي له الزمالك فيوافق ويروح عادي. عادي بتحصل عادي. يعني يعني مثلا اسلام عوض لما كان جاي له الاهلي والزمالك وكان بيسالنا كابتن اروح فين ولا اجي منين، قلت له فكر باحترافيه يعني. ماشي. فكر انت بعد سنتين بعد خمس سنين هتبقى فين. فاهمني؟ ما راحش حته هو الحقيقه. الناس اللي انا زعلت على موهبتها بالظبط. الناس اللي انا زعلت على موهبتها. طيب خلينا نطلع لفاصل اعلاني سريع ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفي النهارده كابتن عبد الظاهر سأل منورنا في الاستاد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا في الاستاد مع كريم خطاب على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. اللي بيحصل بره الفاصل مهم جدا انه يطلع على الهواء. طيب كابتن عبد الظاهر هسألك اسئله كده سريعه عن بعض الاحداث المهمه في مشوارك. كان في حادثه شهيره عن حلم حلمته مراتك بعد فتره من الغياب. ماتش الجزائر. انت كده بتاخد في الفاصل يا كريم. انا هحكي لك بقى. انا احكي بقى. لا ماتش الجزائر كنت انا غايب عن من 2006 ل 2008 ما كنتش رحت المنتخب. حلو. يعني حاسس ان في جيل جديد جاي بعد كاس الامم 2006 ما رحتش المنتخب لحد 8. حلو. وبعدين هنلعب الجزائر. ماتش الجزائر المشهور طبعا اللي كان في القاهره. هما في الجزائر اتغلبوا 3-1 تقريبا وهنا اللي هو والجمعة اخر انذاري اللي هو بتاع متعب في اللحظات الاخيره. فانا بكلم زوجتي فقالت لي ايه رايك انت هتلعب الماتش اللي جاي وانا حلمت ان انت كابتن حسن هياخدك. كانت وهي معايا كان هو كابتن حسن بيكلمني في الاول. بجد والله؟ والله في نفس اللحظه. في نفس اللحظه قلت لها ده بيقفل يا بركاتك. طبعا طبعا يعني مراتي يعني لو مش قادره ادي حقها الصراحه يعني. لا طبعا اللي تقف جنبك في مشوار ده زي ده اكيد مشوار فكره برضو. في بيوت كتير قوي وفي لعيبه كتير قوي سبب فشلها مراتها بيتها اكيد بيتها. مش قادره خالص لانها طبعا لانها مش فاهمه يعني مش فاهمه الشغلانه مش فاهمه تعبها مش طبعًا. فاهمه بتاع لما بتكون في ظهرك واي قرارات في قرارات كتير كده خدتها وكانت ضد البيت كانت ضد يعني ضد ان انا الاستقرار بتاع البيت يعني البيت. طبعا لكن في الاخر هي نتيجتها ممكن تبان يعني بعد شويه. كنت دايما اقول لها انا خدت قرار كذا تبقى مبسوط خده. طب وانتم لا خده مالكش دعوه مالكش دعوه في ما تلاقيش واحد بني ادم مشى كده كل المشوار ده الا البيت فاهم اكيد وده ومقدر وفي ظهرك وده مهم جدا الحقيقه. صح. اكبر النعم على البني ادم الزوجه الصالحه بجد طبعا الامانه يعني طبعا طبعا ده حقيقي بدي يعني بجد يعني تعب كتير لما واحده سافر من هنا لتركيا وبعدين يجي زلزال فتلاقي البيت بيتهز طبعا زلزال تركيا المرعب مرعب جدا طبعا, طبعًا. هناك عشنا عيشه رهيبه يعني التلج مش متعودين على العيشه دي فطبعا لو ما لقيتش حد مستحمل وعارف الناس ما تعرفوش انا اول سنه تقريبا ما خدتش فلوس في تركيا برضو يعني ما روحتش برضو على يلا النجم كابتن عبد الظاهر. الناس بتفتكر ان المصري طالع يحترف بره ده طالع لا تعبنا جدا الشوال يعني تعبنا جدا هو ده اللي أكيد. بيخلي الناس لما بتخرج بترجع ان بيفتكر ان انا روحت الحياه سهله بس خلاص ده انت بدات الصعب اللي هو اللي مش اي بني ادم يوصل له. طيب وقعة تانية بمناسبة التركية فلعبت ماتش الجزائر في الملعب وانا كان والدتي بتعمل عملية جامدة جدا يوم الماتش طبعا ساعتها وكنت حزنان عليها بشكل كبير بس كان لازم ادي انت كنت حاسس حد قال لك يعني اتصل بيه قال انا عايزك في الماتش ده ومحدش هيقدر يلعب الماتش غيرك انا عايز واحد عنده ثبات انفعالي الاستاد متقفل الاستاد والدنيا كلها طبعا يا كابتن احنا كلنا متابعين ما انا اصبحت من جمهور المنتخب بقى فقلت له لا انا حاسس بالموقف جدا وتحت امرك ومفيش عندي ادنى مشكله خالص معلش عبد الظاهر وبتاع كابتن انت بتقول ايه انا معاك طبعا انا معاك طبعا واول مره الكابتن حسن كان يقول لي هتلعب يعني مفيش مدرب هيقول له جايب واحد انت هتلعب بالظبط محدش بيقول لحد انت هتلعب يعني هو محدش بيقول له غير ان انا خلي بالك عبد الظاهر انت هتلعب فاهم
لانه كان كابتن وائل جمعه موقوف وقتها ما كانش فيه مدافعين في الفتره دي كمان فهو طبعا محتاج خبره ومحتاج طبعًا. يعني طبعا نجوم الموقف ذات نفسه طبعًا. خلي بالك الكوره اخر حاجه فيها الملعب اكيد يعني الناس تفكر ان الملعب ده مهم الملعب ده اخر نقطه في الكوره لكن اللي قبليه بقى النفسي الحرب النفسيه والمعسكر وهل انت محافظ على جسمك ولا مش محافظ فطبعا من اصعب الحالات اللي انا عشتها الناس كلها فرحانه وانا في دنيا ثانيه اكيد واستدعاك بعد كده لبطوله 2010 بالظبط قال انت معايا كقائد كان عايزك قائد قبل ما تبقى اي حاجه ثانيه وفعلا رحت هناك تبقى معايا وبتاع والحمد لله عملنا بطوله وخدنا البطوله بشكل كبير انا عارف موقف بعد حصل بعد انتكاسه الجزائر وانا عارف بعد انك ما تقلتش كاس العالم فكان طبعا البطوله بالظبط انا شخصيا كنت متدمر نفسيا ما كنتش عايز العب منتخب تاني خالص طبعا 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 لكن حصل موقف في 2010 انه كان في احد اللاعبين عمل مشكله كابتن حسن شحاته كان ليه مقوله شهيره جدا انه بص كابتن مصر قاعد على الدكه ما بيتكلمش كان حصل مشكله كبيره جدا وساعتها خلينا نقول عادي يعني محمد زيدان زيدان كان عمل مشكله ساعتها واحنا بنحل المشكله ككبار يعني طبعا ده برضو من دور الكباتن الكبار انت بتاخد اللعيب اللي بغلط لازم ترجع وتلم الفرقه ودخله في التراك تاني اكيد فكاب شوقي الكابتن حسن قال له ده كابتن مصر اللي قال كان قاعد على الدكه وما اتكلمش ما اتكلمش انت زعلان ان انت طلعت فطبعا في حاجات في المعسكر كتير طبعا 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 يعني في حاجات ان انا جالي انفلونزا الخنازير ساعتها والله كان في 12 لعيب نازلين درجه حرارتهم 40 درجه ده في انهي ماتش في 2010 والله والله العظيم يعني في 12 لعيب كانوا نازلين درجه حرارتهم 40 درجه ده لا في النهائي ولا في لا قبل النهائي كان قبل النهائي قبل النهائي او الثمانية او الثمانية حصل نوع من اول مره حد يعرف المعلومه دي غالبا يعني لا الناس ما بتعرفش في حاجات كتيره ما بتعرفهاش برضو الناس بنعاني طبعا بنعاني انت عشان تاخد بطوله وعشان وانت في افريقيا في الادغال برضو قصه ما هياش سهله طبعًا خالص اكل وشرب وناموس والدنيا طبعا طبعا انت بتقعد شهر كامل في مكان ما بتخرجش منه خالص وما فيهوش حاجه تتعمل كمان لو انت ما عندكش تارجت وعندك هدف ان انت رقم واحد هتبقى صعب جدا اكيد طبعا في مشوارك في تركيا كان في موقف مهم جدا كان في واحد من اللعيبه بشكتاش مشاه يعني انا بتكلم على كباتن التيم يعني طبعا يعني ككابتن فريق يعني ككابتن فريق في ناس كتير قوي تستهون بالناس الكبار وفي مدربين يعتمدوا على اللعيبه الصغيره لا ينفع اعتمد على اللعيبه الصغيره قوي ولا ينفع اعتمد على الكبار الميكس أوي. حلو انك لازم تجيب شويه كده في توازن في الفريق لازم يبقى اللي بنقول التوازن في الاعمار طبعا تمام فطبعا الموقف ده عمري ما انساه طبعا ان انا كنت في النادي والولد ده كان فعلا عليه ديون والولد ده بيلعب جنبي بقاله 16 ماتش مدافع جنبك مدافع أساسي. جنبي ستوبر جنبي حلو. بيلعب 12 وانا انا كنت كابتن تيم كنت بهتم بكل اللعيبه كنت حاسس ان انا عليا واجب ان انا ان دول فرقتي كنت حاسس ان انا مسؤول عنهم كنت حاسس ان انا لازم اعرف مشاكلهم وحلها لا اقدر عليها حلها فطلع ان ابوه علي ديون والكلام ده كله ورحت رئيس النادي وقلت له انا مش هلعب في النادي الا لما ده يزيد عقده كان بياخد كلام فاضي طبعا كان بياخد حاجات غير طبيعيه يعني ما يكفيش اكل وشرب فجبت له عقده وعملت له 5 سنين ورفعت عقده يعني اكيد بيحبك لحد النهارده طبعا أكيد. لا أكيد. ده انا بقول ان 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 القائد ده مهم جدا القائد مش قائد في الملعب بس طبعا. ولا لابس شارع على كتفه انا ما رحت انبي والكابتن علاء عبد الصادق وكان احمد عبد الظاهر الكابتن انا رفضت ان انا اخد الشاره لكن بره الملعب احنا كنا بنعمل كل حاجه طبعا. يعني من الناس الكبار طبعا. طبعا. فالتيم لا يمكن ينجح برئيس نادي ولا مدير فني ولا كابتن فريق هي منظومه طبعا. لازم كله يبقى فاهم الحياه طب كابتن عبد الظاهر خليني اسالك بقى اسئله سريعه كده قبل ما نختم بذكر القائد هل مهم ان القائد يكون لاعب في الفريق ولا ممكن يبقى حارس مرمى او ممكن ما يبقاش لاعب اساسي في ناس بتقول لك ممكن يبقى في اي حاله في اي مكان وممكن وفي ناس تقول لك لا مهم انه يبقى في مثلا في نص الملعب وده الاحسن عشان يبقى لامم الحكايه قولي رأيك هو انا عاصرت الكابتن حسام وهو كان مهاجم وبشكل كبير كان بيشد الفرقه جميل بروح وروح وقلب وكل حاجه طبيعي كل حاجة. فممكن يبقى وعصرت احمد حسن وهو في نص الملعب وكان كويس جدا وعصرت قال لهم كابتن هاني رمزي برضه كابتن هاني رمزي كان ورا فبكل الاحوال هل انت نموذج ولا مش نموذج الشخصيه انت مؤثر ولا مش مؤثر يعني ايه مؤثر ومش مؤثر لما تقول كلمه اللعيبه ديت بتحبك وتحترمك في نفس الوقت بتخاف على زعلك
هل هي حاسة ان انت ظهرها ولا مش ظهرها؟ هل انت صوت فعلا بيوصل للإدارة والمدير الفني؟ يعني في لعيبة كتير قوي ما تقدرش تكلم مدير فني. طبعا. فانا لازم انا ككابتن تيم لازم اقعد انت زعلني كذا. عندي مشكلة كذا. انا ممكن اروح اقول للمدير الفني كل حاجة لان انا ما بتكلمش عن نفسي. بس رقم واحد انت ملتزم انت قدوه انت في الملعب بتعمل اللي عليك ولا ما بتعملش اللي عليك ده بشكل كبير جدا. لكن انت ما بتاديش وما بتعملش ومش قدوه عمر ما حد هيحترمك. اكيد. رايك في منتخب مصر الحالي تحت قياده مستر كوبر؟ في انتقادات عنيفه جدا على اداء لكن في الاخر بالنتيجه بالورقه والقلم الراجل عامل حاجات مهمه جدا. قلت السؤال وجوابه النتيجه وفي حاجه اسمها السي في والارقام والارقام ما بتعملش. هو طالما محقق انا شايف انه ناجح بشكل كبير جدا. جميل. عمل هويه للمنتخب مصر في ظل ان احنا ما كانش عندنا كيان. ما كانش عندنا كيان لما حصل دروب الفظيع من 2010 ل 2016 احنا كريم انت منتخب مصر المفروض كابتنه مين دلوقتي؟ عماد متعب وحسام غالي واحمد فتحي وحسن عبد الرب وزدان وميدو وعمرو زكي. صح. شفت كل دول بطلوا كل دول مش موجودين. تصور فاضل متعب وحسام لكن بعيد عن المنتخب. الاولاد دول كلهم لقوا نفسهم لوحدهم. فيعيني بيجتهدوا على قد ما بيقدروا. ما لقوش واحد يعلمهم يعني ايه منتخب مصر. ما لقوش ناس كبار تتحمل. طبعا ده في حاجه كبيره جدا احنا ما قلناهاش. ده تحمل الكبار دول من الاعلام. احنا كنا احنا اللي بنتخبط في صدرنا احنا. كان يقول لك ايه دول اللي بطلهم واللعيبه الصغيره كلها بتلعب فتاخد انت الشتيمه او التخبيط. انت بتاخد كل فانت عشان مجرب فانت بتعمل ايه؟ فانت اوريدي خلاص عادي ما بتاخدش بقى. فهو ما بيجيش عليه حاجه. لكن انت لما تتصدر انت في الوش للاعلام والانتقادات والاتحاد وكل الكلام ده طبعا. ده انا بقول ان هو نجاح رهيب جدا انه يعمل هويه للمنتخب. مش كرة المنتخب اللي احنا متعودين عليها لكن الاشخاص اختلفوا يا جماعه. صح. الاشخاص اختلفوا على فكرة انا دايما اقول كان بعد بطولة افريقيا اتفرجوا على المنتخب مصر هيبقى عندهم نوع من الخبرة شوية. صح. تصور ان منتخب مصر كله ما لعبش افريقيا اول مرة كان يلعب افريقيا. صح. طب هو بقى هيلعب كاس عالم كمان خد خبرات. طب اتفرج على 2019 افريقيا شوف هيبقى عامل ازاي. بالظبط كده. الراجل هيبقى عنده ثقة. الراجل بقى عنده اسم. كلهم بقى معروفين. صح. افريقيا. صح. احنا ما اتولدناش نجوم. اكيد. يعني احنا ما تاخد وقت عشان برضه يبقى لك صيت يعني. كل اللعيبة ديت بتبقى سنة اولى منتخب. طبعا. فسنة اولى بينجحوا النجاحات اللي احنا 20 سنة ما عرفناش نعمله. صح. فبشكل كبير جدا نجاح ونجاح ما خدوش حقهم. طب شايف المنتخب ممكن يعمل ايه في كاس العالم؟ برضه بص لما اكون ما عنديش هيستوري ما اعرفش اتوقع. جميل. يعني انا النهارده لو قلت اللعيبه دي يعني كلها هقول لك على حاجه. طبعا. هل انت كنت متوقع ان يعملوا كده في افريقيا؟ لا. عشان ليه؟ مش اي حد متوقع. طب احنا جينا وهو رايح وهو رايح افريقيا كنت بتقول ايه؟ هنكسب البطوله في 2006 و8 و10. طبعا على الاقل انت في النهائي. صح. على الاقل انت رايح لان خلاص عندك ريكورد كويس. صح. عندي حاجه قديمه. صح. صح. لما قلنا ان هم رايحين افريقيا ما كانش حد متوقع خالص. لما عملوا كده خلاص. نفس الحكايه في كاس العالم احنا ما نتوقعش برضو. وبعدين انا حاسس ان كل المجموعه فرحانه ان هو مع بعضها. بالظبط. ومصر بتقيس روسيا عليها. وبتقيس اورجواي عليها. طبعا. وبتقيس السعوديه عليها. لا. كل دي ناس وحشه او ما عندهمش نوع من زي روسيا مثلا. روسيا دي هناك مش كويسه لكن هي في الليفل عالي. ليفل عالي فهي في المستوى بتاعها. انت تقيس نفسك هل انت تقدر تعمل ايه معاهم؟ تتوقع ان احنا نقدر نبقى شكلنا على الاقل كويس في كاس العالم؟ اول ماتش بشكل كبير هيبقى عليه عامل كبير جدا. هيفرق كتير. هيفرق كتير جدا. لان انت اولا داخل البطوله حلوه جدا. طب. الاجواء مين هيتاثر ومش مين هيتاثر. بشكل كبير احنا بقى عندنا نوع من الاتزان الحلو. ان انا بلعب في اعلى الدوريات. في عندك 4 5 6 منتخب كله عندنا دلوقتي. مفيش حد هيتبهر. محترف. طبعا. خلي بالك مفيش حد هيتخض. الابهار. طبعا. والخضه. صح. الناس ما تعرفش حاجه. صح. الناس داخله كمان كاس العالم باهداف كبيره جدا. من اعلى واحد زي محمد صلاح عنده اهداف انه هيظهر. بالظبط. بالظبط كده. فكل الناس فده مهم جدا. طيب اخيرا هسالك برضو اسئله اسرع من السرعه بقى. احسن مدافع لعب جنبك في مشوارك كله كان مين؟ انا دايما ما بقولش احسن مدافع. انا بقول احسن ارقام. يعتبر احلى ناس او اكتر ناس حققوا وائل جمعه بزار السقف الحته دي. جميل. على تاريخ مصر كله. حل. في ناس هتزعل. لكن ارجع للارقام هتلاقيني. حلو. بس اكتر واحد اتبسطت وانت بتلعب جنبه بغض النظر عن الارقام؟ لعيب
فاهمك وفاهمه وكل حاجه. رمزي طبعا. هاني رمزي. رمزي احسن حارس مرمى لعب في ظهرك. الحضر طبعا. عصام الحضر. طبعا. احسن مهاجم واغلس مهاجم لعب عليك. عماد متعب. عماد متعب. طبعا. احسن لعيب حريف كنت بتشوفه في الملعب بتبقى مبسوط. دوليا طبعا دروجبا طبعا. اكيد. دروجبا طبعا. حلو. احسن لعيب حريف شفته في الملعب حواليك. ستار صبري. عبد الستار صبري. كان حريف قوي. طبعا ده حاجه تاني خالص. موضوع تاني خالص. احسن لعيب في مصر حاليا. عبد الله السعيد. احسن مدافع في مصر حاليا. في مصر. في مصر او مصري يعني. مصري. كلهم عندهم مميزات وعيوب يعني، كلهم مش دوليا لسه بدري شويه. لكن ما حسيتش باي واحد في ريحه عبد الظاهر السقا؟ لا، في ناس يعني، في ستايل يعني، مش قصدي في ستايل، لا صعب شويه. سعد سمير راجل قوي يعني. سعد سمير عنده التزام عبد الظاهر السقا. سعد سمير بيحب قوي يعني. في واحد ممكن انت ما تكونش شايف ده، لكن هو عنده، عارف قيمه الموضوع. فاهم. احسن مدرب اتعاملت معاه؟ طبعا كابتن جوهري. طبعا. احسن مدرب في تركيا اتعاملت معاه؟ ارسون. ارسون واعطاني درس في حياتي. ارسون بعد 3 سنين تدريب مسك منتخب تركيا. بعد 3 سنين. بعد 3 سنين. طب اللي جاي عندك ايه يا كابتن عبد الظاهر؟ مدير فني ان شاء الله. فين؟ ان شاء الله في الدوري ولا لسه؟ والله يعني في حاجه، في كلام، في اي حاجه؟ في حاجات عروض بس مش دوري ممتاز. لكن خشيت في مقارنه في احد الانديه يعني. اسم الطرح. فلسه منتظر بقى. ومصر صعب قوي ان انت تشتغل فيها. بطريقه صعبه جدا. مفيش فرصه انك تروح تدرب في تركيا باعتبار ان عندك؟ انا عملت كده الشهر اللي فات ورحت وقعدت مع احد المدربين، واحتمال ان شاء الله في المرحله الجايه برضه ابقى اسيستنت لحد فيهم. كابتن عبد الظاهر بشكرك جدا على وجودك معايا النهارده، نورتني. ودايما كده محترم ومتالق، ودايما اسمك لما بيتذكر الناس بتفتكرك بكل خير. كنت لعيب دايما اشادات مش طبيعيه. انا حضرت موقف شخصيا وانا في تركيا، اسمك اتذكر والناس اشادت جدا بانك على خلق قبل اي حاجه تانية. كمان في الملعب كنت لعيب مدافع من الطراز المهم جدا. بشكرك جدا. الحمد لله. انا بقول بس بهتم جدا بالناشئ ان هو يبقى له قدوه ويمشي عليها وما يستصعبش الموضوع. حلو. الموضوع سهل جدا لو اخلصت في عملك. انا بشكرك جدا يا كابتن عبد الظاهر، نورتني ومتعتني بالكلام معاك، ودايما كده متالق كل التوفيق. الله يخليك. انا شخصيا ما حسيتش بالوقت معاك كريم. الوقت عدى بسرعه جدا. الله يخليك. بشكرك جدا يا كابتن عبد الظاهر. الله يخليك. بكره ان شاء الله الاعاده الساعه 1 الظهر على نجوم اف ام تي في، ويوم الاثنين اللي جاي على الهواء مباشره الساعه 8 دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اسيبكم مع اخر اغنيه، وبعد الدقيقه تبقى معاكم ساره النجار وما عداش عليك. خليكم دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تصبحوا على خير. كنتم مع في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.